This is CGTN, China Global Television Network. He pins his hopes on the swift end of the war and the lifting of the sanctions, so that he can lead his people on the path to reconstruction. He commends the greatness and humility of the Chinese nation, and he preys on the Chinese people for their precious patriotism. He believes that all countries should reject hegemonism and work toward a new type of international order featuring mutually beneficial relations. Syrian President Bashar Assad sat down in an exclusive interview with Leaders Talk. to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and 12 Blazers. I'm So Yun. Syrian President Bashar al-Assad visited China from September the 21st to the 26th, where he attended the opening ceremony of the Hangzhou Asian Games and had high-level talks with Chinese leaders. High on the agenda was rebuilding of the war-torn country and return of Syria to the international stage after a regained full-fledged membership in the Arab League so how can syria help bring peace and stability in the region and how can china and syria open a new chapter after both countries establish strategic partnership here is my conversation with bashar al-assad the president of syria 总统先生您好, 上一次您跟夫人访华是在二零零四年，那这一次时隔将近二十年再次来到中国，是什么样的心情呢？同时，您感受到的中国最大的变化又是什么？أود أن أشكرك على إجراء هذه المقابلة اليوم. أما بالنسبة لزيارة الصين، فعندما ذرنا الصين من تسعة عشر عاماً حتى اليوم، هناك قفزات كبيرة جداً. لو أردت أن أجري مقارنة، فاستطيع أن أقول بأنه من الصعب إجراء مقارنة. لأن ما تغير كثير في ذلك الوقت كان يقال بأن الصين تسمى مصنع العالم أما اليوم أو مصنع البضائع للعالم أما اليوم فأنا أستطيع أن أقول بأن الصين هي مصنع الإبداع هذا من جانب أما من الجانب الآخر فالشيء المعروف عن الشعب الصيني بأنه محب جدا لبلده ومن الطبيعي أن يكون دائما هناك فخر لاي شعب بوطنه لكن واضح تماما بان هذا الفخر قد وصل الى مراحل اكبر بكثير بسبب الانجازات الصينيه. لكن ما اريد ان اركز عليه وقد يكون بنفس الاهميه اهميه هذه الانجازات وربما يكون اهم هو الذي لم يتغير بالصين. وهنا التحدي الاكبر لان التغيرات دائما تاتي معها جوانب سلبيه. اهم شيء لم يتغير في الصين هو الثقافة هو الانتماء للوطن للمجتمع للعادات والتقاليد الصينية هذا هو النجاح الأكبر كثير من الدول تستطيع أن تتطور تقنيا واقتصاديا بمجالات مختلفة علمية ولكن قلة منها تستطيع أن تحافظ على هويتها والهوية الصينية اليوم واضحة كما كانت قبل 20 عام 这次您跟夫人还出席了亚运会的开幕式。当叙利亚代表团入场的时候啊，现场可以说是热烈而沸腾。我想与您分享一段视频，是当时叙利亚代表团入场的场景。叙利亚，嗯、叙利亚代表团由三十二名运动员组成。 当时在现场的那种热烈的场景，人们在欢呼。而与此同时呢，其实，在场外，在中国的社交媒体上啊，这一个话题呢也是冲上了热搜。有很多的中国网友，他们都留下了很多的评论。我读了很多的评论，觉得很感动。在这儿呢，我也想与您分享其中的几条。有网友就写到说，在废墟里也要仰望星空。还有人说，展现给世界的不光是满目疮痍，还有无限的生机和活力。也有网友写道。 请让美国开满大妈时刻和平与爱都在这边深处慌慌也太多样样的土地。平安这些网友的平安以及宁宁宏在现场看守到的内容场景您想对中国的关注和网友说些什么。当然 of course, هذه 的脑子是非常重要的。我觉得我们的脑子是非常重要的。我们的脑子是非常重要的。 وهذا يعني الكثير في مثل هذه الحالة لأنها لحظة عفوية هذا هو الشعب الصيني وأحيانا نعتقد بأننا بسبب المسافات نبتعد عن بعضنا عاطفيا وربما بالمفاهيم مختلفة هذه اللحظة كانت كافية لتقول بأن الصين وسوريا على المستوى الشعبي هما قريبين من بعضهما البعض لكن بالنسبة لمستخدمي الإنترنت وحول هذا الحدث بالذات أنا أريد أن وجه الشكر لهم على اهتمامهم وعلى التعليقات التي قرأنا بعضا منها وكانت مؤثرة جدا وعلى معرفتهم لعلاقة سوريا بالصين التاريخية والحديثة ولما يحصل في سوريا وعلى محبتهم لسوريا ولكن تحديدا بالنسبة للافتتاح بالذات فأنا أريد أن أقول بأن الرسالة التي وصلتنا عبر الافتتاح وعبر مواقع التواصل الاجتماعي <noise> 在杭州的时候呢，习主席与您举行了历史性会晤，两国元首共同宣布建立中叙战略伙伴关系。您如何理解战略伙伴关系这个定义？又期待看到两国的合作在哪些具体的领域进一步向前发展呢？叙是中一个大国，它在世界上的地位非常重要。 ومع ذلك هي عندما تتحدث عن الشراكه فهي تتحدث عن مبدا جديد لا تتحدث عن الهيمنه. ما ينقصنا نحن كدول في مختلف دول العالم ليس فقط في سوريا ولكن خاصه الدول الاصغر تحتاج لهذه الشراكه وتحتاج لهذا الدور. والصين تقوم بهذا الدور لان الصين وقفت مع سوريا سياسيا من خلال دورها في مجلس الامن وفي عدد من المحافل الدوليه بالاضافه للمواقف السياسيه الواضحه. البعيدة عن المجاملات. فإذا الجانب السياسي هو أساسا متطور ولكن من الطبيعي أن يكون هناك حوار أوسع في هذه الظروف التي يمر بها العالم. هناك الجانب الاقتصادي، جانب التنمية. بالنسبة لنا في سوريا يعنينا كثيرا لأن سوريا الآن معرضة لحصار اقتصادي سيء وقاسي وخطير من الغرب، يهدف لتجويع الشعب السوري. هذا جانب مهم بالنسبة لي لنا وكان أحد العناوين الواسعة لو أو التي توسعنا فيها مع المسؤولين الصينيين وفيها عدة جوانب طبعا الصين تقدم مساعدات إنسانية لسوريا وتلعب دور هام في, في تخفيف المعاناة نحن وضعنا عناوين عندما نعود إلى دمشق سيتم لقاءات واجتماعات من أجل وضع آليات لتحويل هذه العناوين إلى مشاريع عمل تطبيقية

صناعي. أولاً لأن ظروف الصين منذ بضعة عقود كانت مشابهة لظروف كثير من دول العالم الثالث. ثانياً لأن المفاهيم الاجتماعية والقيمية وهي تلعب دوراً أساسياً في عملية التطوير، لا يمكن أن نفصل التطوير التقني عن الحالة الاجتماعية. لذلك نستطيع أن نستفيد من التجربة الصينية بجوانب عديده، ربما لا نستطيع ان نستفيد بنفس الطريقه من الكثير من الدول الغربيه، وحاولنا وحاولت كثير من الدول في منطقتنا ان تستفيد من التجارب الغربيه ولكنها فشلت. بالعكس ربما اتت نتائج التجارب او او التقليد بنتائج عكسيه على تلك الدول <سيح> <سيح> لا نستطيع أن نفصل مبادرة الحزام والطريق عن المبادرات الأخرى التي طرحها الرئيس في بينغ مبادرة الحضارة العالمية والتنمية العالمية والأمن العالمي لأنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية من دون أمن ولا يمكن أن يكون هناك تنمية وأمن إن لم نحافظ على جوانب الحضارية والأخلاقية والثقافية في العلاقات بين الدول لا يمكن أن يكون التنمية تعني أن تسحق هوية دولة أخرى هذا مستحيل فلذلك أنا لا أقول بأن هذه المبادرة الآن هي مبادرة صينية أقول بأنها أصبحت مبادرة عالمية الحزام والطريق هو التطبيق الأهم بالنسبة لهذه المبادرة الآن ولكن لابد من البحث عن مؤسسة أو مؤسسات تقوم بهذا الجانب وتتفاعل مع المؤسسات الأخرى كل هذه المبادرات مع المؤسسات تشكل شبكه لكي تتحول الى تطبيق واقع على مستوى العالم. Syria had a civilization that once enlightened the world. It's located in the western part of the Asian continent, on the eastern shore of the Mediterranean and at the crossroads of Asia, Africa and Europe. In 2011. With the direct involvement of the Western powers led by the United States, Syria fell into years of turmoil which has brought immense suffering to its people. According to the United Nations, since 2011, the Syrian crisis has cost at least 350,000 lives, with over 12 million displaced and 14 million civilians in desperate need of humanitarian aid. 我们知道，其实叙利亚曾经是中东地区最富庶、最稳定的国家之一，而且在阿拉伯有这样的一句谚语，很多中国人都知道：说如果人间有天堂，那么大马士革必在其中。但现在经过了十几年的战乱，叙利亚不光是战火纷飞、经济衰退，可以说是满目疮痍，而且最关键的是，那里的人民还遭受了很多的损失和伤痛。您如何评估目前叙利亚的形势？更核心的问题是：战争结束了吗？ ما زلنا في قلب الحرب حاليا لكن اريد ان اقول بان سوريا كموقع جغرافي عبر التاريخ القديم القديم منذ كتب التاريخ هي ممر للغزوات وكلما كان ياتي محتل كان يدمر المدن فهذا هو تاريخ سوريا ولكنها كانت دائما يعاد بناؤه فبكل تاكيد الشعب السوري قادر على اعاده بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار المشكله هي الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تظهر، يعني عندما تخسري شيء مادي تعيدي بناءه، ولكن عندما تخسري شيء فكري وثقافي يذهب لا يعود. الآن منطقتنا تواجه بهذه الحرب نوعين من الخطر، خطر الليبرالية الحديثية الحديثة، الليبرالية الحديثة الغربية والتي نشأت في أمريكا وخطر التطرف، فإذا المجتمعات هي أمام شيئين سيئين يظهرون يظهران كانهما شيئين كانهما شيئين مختلفين ولكنهما في الحقيقه واحد نحن ما نركز عليه الان هو ان نتمكن من الحفاظ على القيم اولا وعلى الانتماء لان القيم والانتماء هي التي تساعدنا على بناء مجتمعنا او وطننا عندما نخسر هذه القيم سيهاجر الكل ولن يكون هناك اي شخص مستعد للدفاع عن بلده ولا ولا على القيام باي عمل يخدم المجتمع. فهذا هو التحدي نعم هو عائق كبير لان فاذا وقلت انا سابقا في عده مرات لو ابعدنا هذا التدخل الخارجي فالمشكله السوريه التي تبدو معقده هي ليست كذلك، يمكن ان تحل في اشهر قليله وليس في سنوات، هذا كلام صحيح. 总统先生，我们也注意到，现在叙利亚国内呢是出现了很严重的电力短缺的问题，而导致这个问题的核心因素之一就是燃料不足。但是我们知道，其实叙利亚是有着非常丰富的油气资源的，特别是在哈塞克以及大尔祖尔省都有大量的油田。出现这个问题和美军偷盗石油有直接的关联吗？ الامريكي فاذا القضيه ليست فقط سرقة, سرقه وانما القضيه هي شراكه مع الارهابيين في تقاسم الارباح وهي مشكله ثانيه ان تكون دوله عظمى تشارك الارهابيين هذا هو حقيقه الواقع في سوريا لذلك نحن نخسر في تلك المناطق النفط والقمح نحن كنا دوله نصدر القمح الان لا يوجد لدينا الا القليل من القمح، لا يوجد لدينا كهرباء، كيف يمكن ان يكون هناك حياه من دون كهرباء؟ طبعا لدينا اقل بكثير من الحد الادنى للحياه ولكن هذا لا يكفي. <تصفيق> <تصفيق> الوضع الحالي بكل تاكيد غير جيد او سيء. نكون واضحين هو وضع سيء لان المشكله الان بالنسبه للسوريين هي مشكله معاشيه. مشكله معاشيه بالنسبه للوضع الاقتصادي اقصد. أه المعاناه تزداد أه وقدره الشعب السوري الذي كان يعيش دائما علاقات طبيعيه مع مختلف دول العالم يستطيع ان يتبادل معهم التجاره والثقافه وال والعلم وكل شيء، وهي ضروريه هذا تفاعل ضروري لكي تبقى البلد مزدهره، هي في حاله خنق متزايد من قبل الدول الغربيه. لكن هذا لا يعني باننا لا نستطيع ان نقوم بشيء، وهذا احد العناوين لهذه الزياره. هنا يكون دعم الدول الصديقه حيوي واساسي، ليس بالضروره من خلال المساعدات، المساعدات قد تكون لاسباب انسانيه. ولكن اقصد من اجل فتح ابواب لكي يتمكن الشعب السوري الذي لديه امكانيات قديمه بان يبني بلده وان يتفاعل وان يتطور. وأن يزدهر، لدينا هذه الإمكانيات، نحن لا, لا لا نفتقدها. هذا النوع من العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية هو الذي يمكن أن يفتح لنا الأبواب لكي نعود وننطلق من جديد. 对于国家的重建, إذا تمت إعادة البناء سوريا لها مستقبل كبير جدا وانا لا اتحدث من فرضيات ولا من امال ولا من توقعات، انا اتحدث من الوضع قبل الحرب، قبل الحرب كان نمو سوريا في افضل مستوياته قريب 7% وهي نسبه عاليه جدا لبلد امكانياته محدوده، لم يكن لدينا ديون، نحن لم نكن بلد مديون، كنا ناخذ قرض ونسدد قرض مباشره. كان لدينا كميه كافيه من القمح ولكن كنا نصدر لعدد من الدول قمح. كنا نصدر الخضار والفواكه وكنا نطور صناعاتنا في بدايه التطوير الصناعي عندما بدات الحرب، لذلك استطيع ان اقول بكل ثقه ان توقف الحرب واعاده بناء اعاده اعمار سوريا سيجعل سوريا افضل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. <تصفيق> 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 طبعا نحن الان ان الان امام تحدي داخلي مرتبط بالحرب وبالحصار ولكن امام تحدي خارجي مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي اثار كورونا واثار الحرب في اوكرانيا كل هذه الاشياء ادت لارتفاع كل الاسعار يضاف لها ارتفاع اسعار الدولار وارتفاع عفوا ارتفاع الفائده على الدولار وبالتالي ايضا زاد من الصعوبات على كل الدول. الوصفه الاساسيه لمثل هذه الحاله هي الانتقال طبعا ليست فقط لسوريا لكل الدول هي الانتقال من التعامل بالدولار الى العملات الاخرى وفي مقدمتها الايوان. 阿萨德总统，相信您也注意到了，在今年春天中东出现的和解潮。那除了叙利亚重返阿盟之外呢？在中国的积极斡旋下，沙特和伊朗宣布恢复外交关系。我们都知道，中东地区啊，可以说是全球安全形势最为复杂的地区之一。您如何评价中国在推动中东地区和平稳定方面扮演的角色？ لكنه كان مفاجاه جميله جدا، لان هذه المشكله عمرها اربعه عقود في منطقتنا او اكثر قليل، وكانت تمثل النموذج الغربي وتحديدا الامريكي لخلق عده مشاكل بين عده اطراف، ومن ثم تقوم الولايات المتحده بابتزاز هذه الاطراف من اجل تحقيق مصالحها الخاصه، ومن يدفع الثمن؟ هذه الدول والمنطقه التي تعيش فيها. تلك الدول. هذه المبادرة كانت أكثر من مجرد مصالحة بين طرفين لنقل بأن شخصين كانا يعني على عداء وأصبحوا أصدقاء، لا، هي القضية قضية استقرار، هذا جانب. فهذا الجانب سينعكس علينا كلنا في الشرق الأوسط بشكل إيجابي، لأن هذه المشكلة دفعنا ثمنها لعدة عقود واليوم نحن نشعر بالاطمئنان تجاه هذه النقطة. الجانب الآخر عندما قامت الصين باعلان هذه المصالحه فهذا يعني ان السياسه تعتمد على العمل وليس على الكلام والخطابات والبروباغاندا بالطريقه الغربيه الفارغه. كان هناك عمل سياسي حقيقي وحقق نتائج. نتمنى ان تستمر الصين بلعب دور سياسي يتصاعد كما نراها بشكل مستمر لان هذا الدور السياسي لا ينفصل كما قلنا عن المبادرات بما فيها مبادره الامن العالمي لانها تخلق استقرار. اما بالنسبه لهذه المبادرات فنحن نراها قواعد للعالم الجديد. انا اقول بان العصر الذي نعيشه الان هو عصر انتقال من عالم قديم الى عالم جديد، ولا اخسر العالم القديم من كذ... من عده الاف من السنوات. ولكن أنا أتحدث عن العالم القديم الذي ابتدأ مع عصر الاستعمار في القرن الخامس عشر مع احتلال أو عفوا مع اكتشاف أمريكا منذ ذلك الوقت حتى اليوم ستة قرون من الاستعمار والقتل والنهب ما الذي تعنيه هذه المبادرة؟ تعني أن السياسة اليوم في العالم لم تعد ربح على حساب الآخرين لم تعد قتل لم تعد احتلال أصبحت السياسة أو السياسة الجديدة التي نحتاجها هي سياسة مبنية على الأخلاق. هي سياسة مبنية على التعاون. هي سياسة مبنية على المبادئ. هي سياسة مبنية على الربح المتبادل. فلذلك أنا أقول هي مبادئ صالحة لعالم جديد يحل تدريجياً محل العالم القديم. هكذا نراها. On December 13, 2006, a telegram titled Strategy for Influencing the Government of the Syrian Arab Republic was sent from the U.S. Embassy in Syria to Washington. The telegram listed nine options for destabilizing the Bashar regime, including advising the U.S. government to find and exploit conflicts between Sunnis and Shiites in Syria, fomenting discontent among the Kurds, and spreading rumors of a serious external threat to Syria. In 2016, this telegram sent 10 years ago from the US Embassy in Syria was disclosed by WikiLeaks, along with 30,000 other telegrams and emails revealing the tip of the iceberg concerning external forces behind this Syrian unrest. But for Syria, which has been reduced to a training ground for terrorists,

أكثر شيء يجعلك تصمتين عندما تكون دول العالم الكبيرة أو الغنية أو القوية ضدك والشعب فقط إن لم يكن الشعب معك في مثل هذه الظروف لا يمكن لأي جهة أخرى أن تعطيك هذا الإلهام لمتابعة القتال في الحرب عندما كانت الحرب عسكرية أو القتال عندما تكون الحرب اقتصادية اليوم 我注意到，在您的成长过程当中，您的父亲扮演着一个可以说是严父的角色，他对于子女的教育很严格。这样的成长环境给您带来了什么样的影响呢？ بشكل عام المجتمع السوري مجتمع منفتح بالتفكير بعكس ما يحاول البعض ان يصوروا نتيجه التاريخ عندما يكون هناك حضارات مختلفه في مكان ما فلا بد ان يكون الانسان منفتح وهذه البيئه بيئه عائلتنا كاي عائله سوريه اخرى ولكن ما يختلف عن المرحلة او العلاقة بيني وبين اهلي او بين الوالدين، وبيني وبين ابنائي وتغير الظروف العالمية. ايام والدي وعندما كنت انا شابا لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي. لم يكن هناك حتى فضائيات، وبالتالي التأثير الخارجي على الثقافة والفكر والشخصية الوطنية السورية كان محدود جدا، لم يكن هناك مخاطر. اليوم العكس تماما، لذلك اعتقد بان العلاقة بشكل اساسي كانت تبنى بيني وبين ابنائي على تكريس القيم بالدرجه الاولى قيمة الجماعه وليس القيمه الغربيه قيمه الفرد بالاضافه للقيم الوطنيه التي ترتكز بالدرجه الاولى على التمسك بالهويه القدره على التطور القدره على التفاعل مع الثقافات الاخرى ولكن مع المحافظه على الشخصيه الوطنية أعتقد هذه هي التحديات التي تواجهنا اليوم كأهالي مع أبنائنا صحيح تعلم الصينية في بداية الحرب في منذ حوالي سبع أو ثماني سنوات أو أكثر قليلا طبعا بشكل أسس اللغة الصينية وبشكل بدأ مبدئي يعني لم يتعمق فيها كثيرا ولكن هو حدد هذه اللغة من دون أي تأثير كان يريد أن

السياسية والتنموية مع دور الرئيس شي جي بينغ لكي نصل إلى زيارة أستطيع أن أقول بأنها مثمرة إلى درجة كبيرة وأعتقد بأنها كانت زيارة ناجحة بشكل حقيقي وفعلي وبكل المعايير 总统先生非常感谢您接受我们的才坊感谢您与我们分享您的经历感受特别是您的真实主要我们也希望每个人能够责任重新开门 dama, sugar, 让爱 hurting, chang 住修理啊谢谢您。这个是一个很多的我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们的观点我们 عظيم ليس بالك... بالكلام وانما بالفعل ونتمنى ان نرى الصين تحقق طموحاتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي التي هي طموحات معظم دول العالم اليوم شكرا لك على هذا اللقاء During the interview, President Bashar al assad looked back on 12 years of devastating crisis. He said he's committed to defend fairness and justice on the international stage and speak for a multipolar world. In the roses of the Damascus bloom again, may Syria be once again heaven on earth. With that, we're going to wrap up this edition of Leaders Talk. I'm Zoyin reporting from Beijing. Many thanks for watching and see you next time.